فايده؟ خالص. طب الناس خالص. هو من 3 4 ايام كده كان الشبكات كلها رايحه في داهيه بصراحه، لكن دلوقتي يعني ها نسبيا يعني الشبكه كويسه اليومين دول. الشبكه يعني شويه كده اهوت معايا اللي هو الاتصالات ده شغال معايا على طول، بس لما النور بيقطع الشبكه بتفصل. انا بالنسبه لي انا ما فيش مشكله بقى زفت يعني، وفي شبكه في مصر شغاله حلو. شبكه النت بالذات واقعه خالص اليومين دول، الشبكه بتسقط على طول على طول يعني، كل ما اتصل بيديني الشبكه غير متاح، المستخدم مشغول نتورك بيزي كذا مره، اكون بتكلم في التليفون بلاقيها بتقطع، بلاقيها بتفصل، بلاقيها بتشوش، بتعمل صوت غريب كده. بس طب النت ونطلع ضعيف جدا جدا جدا، مش عارف، بس هو اول ما النور بيطلع الشبكه بتقع على طول يعني، مش كلها بس ساعات بتقطع. بس مش كويسه خالص. امبارح الكهرباء اللي حصلت امبارح دي اكيد كان في مشكله وبيصلحوا. امبارح اتصلت ومبنين برضو كنت اتصلت بيها، لقيت الشبكه ما بتجمعش، بيقول خارج التغطيه، فممكن يكون من الكهرباء. كان امبارح قمنا من النوم لنا نور قاطع، طبعا نور قاطع المواتير ما بتشتغلش، الميه نازلين من غير ما اقولكش من غير ما نغسل وشوشنا. يشوف ايه اللي بيحصل ده ويخلي النور يرجع تاني زي الاول. انا ما بفشش موبايل، مش معاكم موبايل اصلا؟ نو خالص اطلاقا، ابسوليوتلي نيفر.